يا اهلا وسهلا وحياكم الله متابعينا الاعزاء. اليوم في جوله جديده على اسعار السيارات في الوكالات. نحن في وكاله سماكو عند اودي وكيلها سماكو في السعوديه. جايين نتعرف على اسعار السيارات هنا سياره نتعرف عليها. وكالعاده قبل ما نبدا لا تنسونا من الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل كل جديد في عالم السيارات. زاد اذا في احد حاب يتعرف على اسعار سيارات اودي او ناوي يشتري سياره جديده من اودي شير المقطع خلي يشوف الاسعار الموجوده حاليا. يعطيكم العافيه. قبل ما نبدا حاب انوه ان كل الاسعار راح نذكرها شامله اللوح وضريبه القيمه المضافه ايضا. وتعال شيك نفسك، بعطيكم نهايه المقطع رقم موظف مبيعات عمرو دباغ، واحد من يعني صراحه من حياتي ما قلت اسم موظف في وكاله، لكن الانسان هذا رهيب يخدم في حب واخلاص هنا في اودي. يعطيكم العافيه وخلونا مع اسعار سيارات اودي. نبدا جولتنا مع الكيو 8، هذا الاس يو في الجميل اللي احبه جدا من اودي. ما شاء الله تبارك الله، شوف الوقفه يا اخي كيف. الكيو 8 يجي بعده فئات، نبداها مع الاليجنس سعرها 395 الف ريال سعودي، زي ما قلت لكم شامله الضريبه وشامله اصدار اللوح. بعدين كيو 8 بلاك اديشن 469، بعدين كيو 8 ار اس الفئه الرياضيه من الكيو 8 سعرها 720 الف ريال سعودي. ما شاء الله تبارك الله، يعجبني في الاودي تصميم شبه موحد في اغلب السيارات، يعطي انطباع جميل من اصغر سياره الى اكبر سياره في اودي. وننتقل الى الكيو 3، هذا كروس اوفر صغير من اودي يجي بعده فئات وصولا الى اعلى فئه رياضيه. صراحة فئات جدا متعدة، وفي رياضية منها قد صورتها قبل فترة موجودة في اليوتيوب هنا في مربع نت اللي هو الكيو 3 ار اس. عموما الكيو 3 تجي باربع فئات، اول فئة هي الديزاين سعرها 179 الف ريال سعودي، بعدين الكيو 3 سبورت باك محرك 1.4 لتر طبعا تيربو تشارج سعرها 210، بعدين الكيو 3 سبورت باك محرك 2.0 255، واعلى فئه معنا هي كيو 3 ار اس سبورت باك بسعر 358 الف ريال سعودي. طبعا السبورت باك عفوا الار اس منه يجي محرك الخمسة سلندر نفس اللي على الار اس 3. ما شاء الله تبارك الله. داخليه الجمري هذه انيقه ومرتبه السياره. اللي حاب يشوف سيارة مستعملة أو جديدة منها يقدر يشوف تطبيق مستعمل ويتصفح التطبيق ويقدر يشوف كل السيارات هناك مع أسعارها. وننتقل إلى الكيو 5 الكروس أوفر الجميل، الحجم المتوسط حاليا توفر فئتين سبورت باك والعادي منه. الكيو 5 اس لاين العادي 260 ألف ريال سعودي شامل اللوح والضريبة زي ما قلت لكم، وسبورت باك زي اللي قدامكم سعره 295 ألف ريال سعودي شامل الضريبة وشامل اللوح أيضا. بحكم انه اس لاين يعتبر رياضي شوي، فالكرسي يجيك شوي رياضي، في دعميات هنا تدعم الجانب جسمك في اللفات والمنطفات، يعطيك اداء جدا ممتاز ما شاء الله. بحكم ان السقف ايضا نزلتكم نازل، شايفين كيف؟ ما شاء الله. والحين نروح الى اكبر سياره عائليه عندهم اللي هي الكيو 7، حاليا توفر فيها واحده اللي تجي بمحرك 3.0 سعرها 399 ألف ريال سعودي شاملة ضريبة وشاملة اللوح أيضا. والحين ننتقل إلى سيارات الاس 3 أو الثري بشكل عام أو فئة الثري من أودي. بداية مع الاس 3 فئة السبورت باك سعرها 229 ألف ريال سعودي شاملة ضريبة، بعدين الاس 3 سيدان سعرها 239 ألف ريال سعودي شاملة ضريبة، بعدين ننتقل للفئة الرياضية منها عندنا الار اس 3 جديدة كليا سبورت باك بسعر 320 ألف ريال سعودي شامل ضريبة، وفي الار اس 3 السيدان بسعر 325 ألف ريال سعودي شامل ضريبة. السيارة هذه يا جماعة الخير تحفة فنية، خاصة المحرك حقها يعتبر فريد من نوعه، خمسة سلندر تيربو تشارج، طبعا زي ما قلنا دفع رباعي مستمر. الاودي صاروخ صغير يمشي على الارض. وننتقل الى عروسة اودي الاي 8 الفخمة بالتحديثات الجديدة، هذه الفول سايز سيدان الفخمة جدا، تتوفر حاليا فئتين، فئة الكروم اديشن وهنا فئة البلاك اديشن. خلينا نروح للجهة الفضية هذه تبين فيها أكثر التفاصيل السوداء زي ما شايفين.
الايت زي ما كنت توفر فئتين. طبعا البلاك اديشن جاي شوي رياضيه من ناحيه جنط الكرسي شوي رياضي. الكروم اديشن جاي على فخامه اكثر، مركزين على الشكل اكثر زي كرسي بي مساج ما مساج. فانت اختيارك تبي شيء رياضي او شيء عادي فخم. طيب الايت توفر فئتين، الاولى البلاك اديشن ب 545 الف ريال سعودي، والكروم اديشن ب 560 الف ريال سعودي. حاليا السيارات هذه عليها عرض الفترة محدودة من عدة جهات، بذكركم جهات في عليها خصم. تقدر تتواصلوا مع عمرو دباغ تقول لهم نحن جايين من طرف او من طريق المربع نت وعلمنا وش العرض موجود. طبعا اذا انت تشتغل في احد الجهات هذه، اول جهة عندكم وزارة الصحة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية والخارجية، الديوان الملكي، مستشفى الملك فيصل، شركة موبايلي، البنك السعودي الفرنسي، والخطوط السعودية. اذا انت واحدة تشتغل في احد الجهات هذه تواصل مع عمرو دباغ وقول احنا من طرف المربع نت وش العرض الموجود على الـ A8. خلنا نظر عليها من الداخل. ما شاء الله من الخلف ما شاء الله تبقى فخامة ما بعدها فخامة. ويتميز الايت عن باقي منافسينها طريقة القيادة بحكم انه دفع رباعي مستمر. هم يعني في بعض الشركات في عندها، لكن الاودي سباقة في هالامر. عندنا ايضا الاي 6 فئة الادفانس، سعرها 235 الف ريال سعودي شامل ضريبة واللوح ايضا. وننتقل الى الاي 4 4 سلندر فئة الاس لاين، سعرها 215 الف ريال سعودي. في منها الاس 4 الرياضيه شوي منها، راح تجي بحبه واحده فقط لونها احمر، واللي الحين سعرها غير محدد. وهذا رقم حبيبنا عمرو دباغ، سوي سكرين شوت لك هذا كرت الرجال، تقدر تتواصل معه ويفضل على الواتساب وتساله عن اي شيء حاب عن اودي راح يجاوب عليك. رجال جدا محترم، واذا حاب تزوره هو يشتغل في فرع اودي على طريق الدائري الشمالي المقابل رياض بارك. كذا نكون وصلنا لنهاية مقطعنا لهذا اليوم. إذا أنت أحد ملاك سيارات أودي وحاب تعطينا تجربتك عن السيارة أو تجربتك عن الوكيل خدماته من بعد البيع، يعطيك العافية اكتبنا في خانة الوصف أو خانة التعليقات واكتبنا وش رايك في السيارة وش رايك في تجربتك بشكل عام عن السيارة. زي ما قلت لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتشير مقطع إذا أحد حاب يتفرج على أسعار سيارات أودي أو حاب يشتري سيارة من سيارات أودي. واكتبنا إذا أنت حاب واحدة من هالسيارات وش السيارة اللي حاب تمتلكها من أودي. سياراتهم جدا جميلة صراحة، وكل سياراتهم ودك تمتلكها. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا على المتابعة، مع السلامة.